أشكر الإخوة الإعلاميين المحليين في المواقع الإلكترونية عموما، خاصة موقع ريف لايف، على المواكبة ديالو الفعاليات ديال شبكة الأمال وكل المجتمع المدني أساسا في منطقة الحسيمة. ملتقى الأمال الثاني للتمييز والتنمية القيادية لدى الشباب هو في نسخته الثانية هذا العام، العام اللي فات من النسخة الأولى. الشعار ديال هذا العام هو أنه أن الأمل يتجدد، وفسحة للسفر في مواضيع الحكمة والهجرة وحقوق الإنسان. الملتقى يمتد من 28 مايو إلى يوم الأحد 31 على مدى 4 أيام، وبالتالي هو فرصة لتلاقي الشباب من كل مختلف مناطق الجهة، جايين من الحسيمة، جايين من الناظور، من دريوش، من ورزازات، من الرباط، ومن مراكش. هدف الملتقى هو تحفيز الشباب وتعبئتهم، المشاركة في الشأن السياسي، تدبير الشأن العام، ثم في تحمل المسؤولية فيما يتعلق باتخاذ القرار إلى جانب الفاعلين السياسيين والفاعلين المدنيين. الملتقى كذلك يهدف إلى فتح فرصة للشباب التلاقي، لأنه كيجمع ثلاثة ديال الأجناس، ثلاثة ديال الثقافات، ثقافة إفريقية طلبة الأفارقة اللي كيقراو عنها الحسيمة، ثم الشباب ديال المنطقة الأمازيغية، ثم الشباب ديال مناطق باقي مناطق المغرب اللي كيهضروا باللغة الدارجة وباللغة العربية.